وحول هذا الموضوع قالت المحامية دينا اللظي رئيس مركز الملامة لحقوق الإنسان وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشرة سابقة، قالت إن مملكة البحرين تتخذ نهج الشفافية وتنعم بالديمقراطية والحريات وسيادة القانون. وصلت مملكة البحرين وفقا للرؤى الإنسانية الحكيمة لسيدي جلالة الملك المفدى إلى محطات دولية هامة في من إقرار عدد من القوانين وتطوير التشريعات المتعلقة بقانون العقوبات البديلة، نظام السجون المفتوحة المقرر تطبيقه في الفترة القادمة، وقانون العدالة الإصلاحية للطفل، وهي محطات لم تصل إليها كثيرا من الدول العربية ولا الغربية بما فيها دول متقدمة في المجال الحقوقي والديمقراطي. هذا يعبر عن الإرادة البحرينية القوية والراسخة في تطوير كل المجالات الحقوقية لتكون نموذجا يحتذي به في المنطقة، وهذا ما نلتمسه كجهات حقوقية خلال ممارساتنا الحرة المستقلة للعمل الحقوقي ومراقبتنا لجميع محطات التطور بالتعاون مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. البحرين كتاب مفتوح وشفاف، وتنعم بفضل رؤى جلالة الملك المفدى بنعمة الديمقراطية والحريات وسيادة القانون وتعزيز الوحدة الوطنية لتبقى ثابتة وقوية وراسخة في نفوس جميع المواطنين، كونها السبيل الذي يحمي فيه المواطن البحريني وطنه ومكتسباته.